بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. احنا كنتواجدوا اليوم في واد النعناع كما كتشوفوا. اليوم كيبدا الحشان ديال الربيع. الناس دابا اللي عندهم الربيع تم يحشوا فيه، والموسم ديال حشان الربيع هو هذا كما كتشوفوا. اي حاجه ان شاء الله كنوصلوا لكم. حشان الربيع هو هذا، الناس كيحشوا كيفوزوا. الحمد لله، اللهم كل بلاش كما كتشوفوا. والله عاونكم. كما كتشوفوا الحمد لله الرزق ما خاطيناش، الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله وخد شويه العام، ماشي شي عام مليح وكان عام ناقص شويه. الحمد لله الناس دابا اللي عندهم الزرع اللي عندهم الشعير وما دير السبوله كيحشوا كيروطيو كيباليو كما كتشوف. وكنشكركم بزاف. والناس تبغوا يسولوا حنا فين، حنا كنتواجدوا حدا ولاد الغنيمجين على الفيلا اللي كاينه هنايا، وامامنا واد النعناع. حنا في المكرط كما كيقولوا الدارجة، في المكرط حدا ولاد الغنيمجين. الحمد لله كيف كتشوفوا راه الناس الخدامة غادي نطق، اللهم بارك وزيد يدير. الخير موجود. وتحياتي لكم وكنشكركم بزاف، وتهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله. إن شاء الله غادي نجيب لكم الحصاد، إلا كان إن شاء الله كان الحصاد غادي نجيب لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.